من المعلوم أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر، فهل إذا تركت صلاة مثل صلاة الظهر عمدا حتى خرج وقتها هل يجب علي أن أغتسل ثم أتشهد لأني أكون بهذا قد خرجت من الإسلام إلى الكفر؟ نعم، إذا تعمدت هذا فعليك بالتوبة والدخول في الإسلام من جديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أصرح من هذا شيء. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقضاء من نام أو نسي، دل على أن المتعمد لا يجزيه القضاء، ولو قضى ما يصح ولا يجزيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.